تذكر الجبهة الشعبية بأن معظم الإرهابيين المعنيين بهذه العودة هم من الشبان التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى سوريا وبؤر التوتر الأخرى في المشرق العربي وكذلك إلى ليبيا في زمن حكم الترويكا خاصة تحت شعار المشاركة في الجهاد. تؤكد أن مسألة عودة الإرهابيين إذ تطرح اليوم فليس لكون هؤلاء قد تابوا أو قاموا بمراجعات أو تخلوا عن أهدافهم بمحض إرادتهم، بل لأن الخطة التي تم تجنيدهم من أجلها بدأت تتهاوى في سوريا وفي مختلف بؤر التوتر الأخرى التي أرسلوا إليها، وهو ما جعل الدول والقوى المورطة في تجنيدهم واستخدامهم وحماتها من الدول الاستعمارية الكبرى والكيان الصهيوني تسعى من الآن وتحت عناوين وذرائع مختلفة إلى إعادة توطينهم في بلدانهم دون محاسبة ودون تحديد المسؤوليات، في انتظار إعادة توزيعهم على بؤر توتر جديدة واستخدامهم لإثارة قلاقل وارتكاب مجازر أخرى بما في ذلك في بلدنا وفي منطقتنا التي يراد لها أن تبقى في حالة فوضى واضطراب مستمرين في مقاومة عدو الشعب الفلسطيني الحريات والحقوق. رفيقنا المشروع هذا على البرلمان، كل الأطراف الأخرى دون استثناء، موقف الجبهة الشعبية من اغتيال الشهيد. مؤكد أن أي معالجة جدية لهذه المسألة ينبغي أن تقوم على الأسس والشروط التالية: إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية التي يوجد بها أغلب الإرهابيين التونسيين، والسعي لتكوين لجنة عليا مشتركة لضبط قاعدة بيانات في الموضوع وخطة تعامل واضحة وعلنية، تقديم توضيحات للرأي العام التونسي حول المئات من العائدين من بؤر التوتر وأماكن تواجدهم وأساليب التعامل معهم، عزل المعتقلين من أجل جرائم إرهابية عن بقية السجناء واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتوقي من خطرهم وضبط الآليات الضرورية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات. الأخرى قبل ما يكون فيه دعم للقضية الفلسطينية اللي الجبهة الشعبية